أكثر رسم أحب رسمه أصدقائي هو الزرافة، لأن الزرافة هي أطول الحيوانات البرية. وأنت أيضاً أيها الرسام، تحب رسم الزرافة؟ يبدو أنك تتقن رسم الزرافة أكثر مني. طبعاً أنت رسام ماهر وتدربت كثيراً على الرسم. أصدقائي، هل تعلمون أن ارتفاع الزرافة يصل تقريباً إلى 6 أمتار؟ ما شاء الله. اسمع هذه المعلومة التي قرأتها عن الزرافة. تعتمد الزرافة على تحرك رقبتها ورأسها إلى الأمام والخلف لتحافظ على توازنها أثناء ركضها. جميل منك هذا الرسم. عندي فكرة، سأكتب هذه المعلومات تحت هذا الرسم الجميل أيها الرسام.